ابوك 60 40 ايات ابوك، تعال 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 سوي فيها فندي لك كم يوم ما شاء الله عليه، ايش الوضع اللي معك ماشي؟ قال والله خليها على الله يا ابو محمود، نبغى نتسلى يا ابو محمود في القيعان، يعني المتى تبغوني قاعد؟ انت ما انت عارف اني انا اكل تبن من زمان. ليه يا ابوي سلامات؟ قال انا نزلوني من 46 45 ايوه الين طال عمرك وصلنا الين قاع الموجه، قاع الموجه في سبتمبر كمان اقل من قاع سبتمبر، وصلنا 16 ونص يا حرام 16 ونص. طيب ايش عندك الان؟ قال الحمد لله من قبل كم يوم استطعت ان اتخطى المتوسطين ورحت وديتهم قريب ال 21 ونص، لكن سبحان الله قالوا الجماعه ناخذ بريك وننزل نختبر المتوسطين، ونزلنا اختبرناهم والحمد لله الان طالعين. طيب يعني ناوي تروح؟ قال ان شاء الله اذا طلعت مره ثانيه وعبرت ال 20 70 ان شاء الله يمكن المره الجايه افكر اوديهم للهدف. ليه وين هدفك؟ قال أروح ألعب على النظرية عند 23 متوسط 200، يعني نستناك تعدي 20 70 وتقفل فوق عشان تروح هناك. طيب لو رجعت نزل، لو رجعت نزلته يا أبو محمود شوفت عينك المية عند 19 10 حتكون دعم الأول حقي. طيب وإذا نزلت كمان عندي متوسط 50 الدعم الثاني حقي، يعني فين؟ قال يعني عند 18 20. طيب وبعدين؟ قالوا بعدين يا أبو محمود معروف الهرجة تي 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 زي ما رحتي زي ما جيتي تي 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 تي. طيب جمل الله حال وهذا تبوك الزراعي يعني فوق الآن، فوق الآن المتوسط 19 10 من أهم مقاوماتنا 20 70 على دم. وإذا رجعنا تحول الدعم عند مناطق 19 10 أو 18 أو 19 ريال، خلينا نقول 19 10 متوسطاً.